أنا ابن الرجبي ابن محافظة القدس، وأنا أفتخر بأنني ابن هذه العائلة الكريمة. وعندما تعلمت وعرفت معنى أسم هذه العائلة بأحرفها أفتخر أنني من هذه العائلة. عندما جمعت كلمة الرجبي وبين أن الحرف الأول منها هو الراء، ومعنى الراء الرحمة فهي رحمتها. وعندما جاء الحرف الآخر وهو الجيم فهي جملتها، وكان الجمال من حسن الخلق. وعندما جاء حرف الباء جاءت من البر، وعندما جاءت من الياء فهي يسرت أمرها. فنحن في هذا المكان المبارك لا نريد أن نطيل عليكم، ولا نريد أن نقرأ الآيات الطويلة ولا الأحاديث الطويلة، إنما تعلمنا أن خير الكلام ما قل ودل، خير الكلام ما قل ودل. هكذا تربينا نحن أبناء العائلة الكريمة، أبناء آل الرجب الكرام في محافظة القدس وفي خليل الرحمن وفي فلسطين وفي العالم كله. تعلمنا شيئا واحدا وتربينا عليه، هو العفو والصفح. فنحن من هذه الجلسة المباركة نقول باسم آل الرجب الكرام وباسم عمي حمدي بدوي الرجبي وباسم والد الشهداء الثلاثة، وهم سائد عصام الرجبي وسلينا عصام الرجبي ومنيسة عصام الرجبي، باسم والد العريس والد الشهداء والد طيور الجنة والد الذين سوف يستقبلونه على الحوض ولا يريد أن يدخل الجنة إلا حتى يأخذوا بيده. فنحن نعفو عن الأخت، عن الأخت شروق شعبان أكبر. صلى النبي. الله أكبر ولله الحمد. 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 صلى النبي. نحن نعفو ونصفح عنها في الدنيا والآخرة، ومن ثم لا نريد دية ولا نريد إفراش عفوي ولا نريد مصاريف العزاء. كل شيء سوف يرجع. عفا الله الله سبحانه وتعالى. تكبير. وجزاكم الله خيرا جميعا. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد.